بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر 4 Communication in Intensive Care Unit من كتاب البيزك انتنسيف كير. ده بيكلمنا يا جماعة عن الكوميونيكيشن، حلقة الاتصال ما بيننا وبين بعض او ما بيننا وبين الفاميلي بتاع البيشنت او الممبر فاميلي او ذا بيشنت، وازاي هيتم التواصل ما بين الاتصال ما بيننا وبين بعض والفاميلي ممبر اوف بيشنت. الاوبجكتيف بتاعتنا بيقولنا ديفاين افكتيف تيم كوميونيكيشن، ازاي نعمل او نفعل الاتصال ما بين التيم اللي موجود في الاي سي يو، والبنفيت او الفائده اللي هتطلع علينا من الكوميونيكيشن، والريسك لو انا طبعا ما اتصلتش او ما اتصلناش مع بعض بطريقه برضو مناسبه، والاضرار او ممكن الريسك اللي هتقع اللي احنا او قله الاتصال او الاتصال الخاطئ. وهنتعرف طبعا على الاجتماعات او الفاميلي ميتنج، اللقاءات طبعا ما بيننا وبين الفاميلي بتاع البيشنت. وهنطلع برضو من الحاجات دي يا جماعة بحاجة اسمها فورمال ميتنج او انديكيشن، امتى اعمل فورمال ميتنج او الاجتماع الرسمي ما بيننا وبين اهل المريض والاهداف منه والغرض. وهنشوف طبعا الدوكيومنتيشن فورميت بتاعتنا او النماذج بتاع التوثيق. وهنشوف برضو الكونفيرنج اباوت كير او التباحث بيننا وبين بعض في حالة المريض. بيقولنا طبعا بيكلمنا عن الافكتيف تيم وورك ان اي سي يو، without effective teamwork high quality critical care medicine is largely impossible. بيقولنا طبعا بدون حلقة التواصل ما بيننا وبين بعض طبعا بيبقى شغل في العناية او العناية بالمريض بتبقى شبه مستحيلة، impossible. Communication skill are integral to good teamwork and can also adapted. لازم تكون احنا على صلة كويسة ما بيننا وبين بعض، وازاي نفهم بعض عشان نطلع خدمة كويسة للمريض. Better teamwork is a prime mean to improve patient safety and medical culture. زي ما احنا بنقول يا جماعة اي communication كويسة هيطلع لنا safety و medical care او medical culture، او هيحط لنا ارضية كويسة اللي احنا نحمي المريض ونقدم له العناية كويسة جدا. طبعا بيشمل عندنا جود ليدر. جود ليدر طبعا لازم يكون في عندنا ليدر او قائد، هو اللي ماسك المجموعة وهو اللي بيدي الاوامر وهو اللي بيوزع المهام على الناس بالتساوي او بالعدل عشان نقدر نوصل بمستوى خدمة جيدة للمريض. كمان بيقولنا التيم كوميونيكيشن از مور ذان جاست توكينج، مش مجرد اللي هو يكلم بس، لا ده يشتغل او ينجز المهام. اتقاد تاسك اكسكيوشن انجاز المهام يا جماعه. طبعا بيعرفنا احنا ازاي احنا امتى نقول الكلام او امتى بكيفيه الاتصال، مش مجرد بس كلام بس، لا احنا ممكن تكون حركات الجسم ذات نفسه معبره عن بعض، او نتصل من بعض عن طريق الحركات ذات نفسها زي الانفيزيس النبره او اللاودنس الصوت، دي كلها بنسميها بارا فيربال كوميونيكيشن. يبقى خلاصه الايه السلايد الاولانيه الافكتيف تيم وورك بيقول لنا لازم عشان نوصل بالسيفتي والخدمه تكون جيده لازم نتواصل مع بعض سواء فيربال او نون فيربال، ولازم عيننا قائد يوزع المهام وننجز المهام في وقت كويس ونتواصل مع بعض سواء فيربال او نون فيربال. ده كله لازم يكون بيننا وبين بعض في العناية المركزة. التيم كوميونيكيشن بتاعنا اتكلمنا عنه اللي هو طبعا لازم يكون باختصار او ممكن يكون بحركات الجسم او ممكن تكون باختصار كلام او كلام مختصر ما بيننا وبين communication with patient and family ICU. لازم يكون في لقاءات ما بيننا وبين اهل المريض يا جماعه طبعا عشان يطمئنوا برضو على المريض بتاعهم، عشان نوضح لهم الاهداف بتاع الراجل ده داخل معايا الاي سي يو عشان نوضح لهم طبعا دياجنوزس احنا تشخصنا بايه وايه الحاجات المتوقعه اللي هتحصل، ايه العلاج اللي احنا بنديه، وايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل، عشان يبقوا على درايه برضو معانا ما يتفاجئوش باي مشكله. فبيقول لنا طبعا الفورمال ميتنج
انديكيتد امتى اعمل فورمال ميتنج يا جماعه او اجتمع بالناس ديت، مش في اي وقت لا، لكن بيحط لنا كرايتيريا اللي احنا نحدد الاجتماع ده بيتم ازاي. فبيقول لنا also informal meeting should occur continually او formal meeting can indicated او are indicated. اول حاجة within first 72 ساعة hours of the ICU admission، يعني بعد ما دخل المريض على الاقل 3 ايام في وحدة العناية اكون عملت له تحاليل، اكون وصلت ل diagnosis او تشخيص مناسب للمرض ده، او when conflict occur among family member or between family clinician، او برضو ايه لو انا حبيت اجتمع ما بين الاهل او الاخصائي يجتمع ما بيني وبين الايه اهل المريض عشان يوضح لهم الحالة. هو يمكن clinical team feel that the core او current goal of the care should probably revised. برضو ممكن يكون لو انا حاطط اهداف معينة للمرض ده يمشي عليها والاهداف ده انا غيرتها لسبب الحالة الصحية، برضو اجتمع باهل الناس عشان ايه اقول لهم برضو احنا غيرنا او ما غيرناش او الحالة وصلت لحد فين. وين فاميلي اور كلينيكال تيم ريكويست، يعني لو ايه بناء برضو على طلب العائله او طلب الاخصائي ممكن نعمل اجتماع. وين ذا بيشنت كلينيكال ستيتس تشينج، او لو كان في الحاله الصحيه ذات نفسها تغيرت سواء للاحسن او للاسوء بنجتمع بالناس ونعرفهم تطورات الحال. يبقى الانديكيشن بتاع الفورمال ميتنج اولا بعد 72 ساعه او بناء على طلب من الاهل او الاخصائي، او لو كان الحاله الصحيه اتغيرت او الاهداف اللي انا ندخل الراجل ده عشانه او اهداف مثلا العلاج او اهداف الدياجنوزز اتغيرت، بجتمع بالناس عشان ايه اشوفه ايه اقول لهم كل التطورات بتاعتي. في عندنا حاجة اسمها آلية طبعا للاجتماع العائلي، آلية ممكن يعني هعمل ايه او هرتب ازاي للاجتماعات دي يا جماعة. اول حاجة عندنا formal family meeting should be short focus pre-meeting debriefing session. اول حاجة طبعا زي ما يكون ايه في وقت قصير وفوكس بيركز على البري ميتنج قبل الاجتماع بعمل ايه، وديبريفينج سيشن او جلسات استجواب او استخلاص معلومات من اهل المريض. عندنا البري ميتنج بيفور ذا فاميلي ميتنج كلينيكال تيم او الناس طبعا في العناية بتهيئ قبل الاجتماع اسمه بري ميتنج، بتتأكد طبعا كل الحضور يكون ايه مدعو او الناس كلها اللي انا دعيتهم يكونوا موجودين. ان ابريت سبيس طبعا في مساحة مقبولة اللي احنا نقعد فيها. ان ديبلين كوميونيكيشن استراتيجية، ونحط استراتيجية اللي احنا ايه نقدر نتواصل ما بيننا وبين بعض. وبعد كده انفنتنج اتندي يعني ايه دعوة الحضور، اتأكد برضو بكل الناس اللي انا دعيتها لازم تكون حاضرة، او بناء على طلب المريض هيقول لنا مثلا مين اللي يحضر او مين اللي ما يحضرش، او لو مش قادر يقول مثلا مين اللي يحضر او مين كان في غيبوبة او تحت تأثير المخدر او في مسكن قوي مش قادر يقول مين اللي يحضر ومين اللي ما يحضرش. هننتدب طبعا اي مجموعه من الفاميلي او الايه الشيف بتاعهم اللي هو الرئيس بتاع الايه العيله ممكن يحضر، وطبعا مرحب بيه. زي ما قلنا كده ان بريفيسلي كومبيننت اوف ذا بيشنت هاز ريكويستد ذات سيرتن بيبول should not be involved in decision making. The request should be honored. Otherwise, any family member should be invented, particularly the key family support figure and legal decision maker, the patient medical condition, possible treatment, and the practical aspect of the future transmission. وزي ما احنا قلنا يا جماعه يعني لو مش قادر ياخد قرار ممكن ننتدب الشيف او الكي ممبر او الكي فاميلي اللي هو رئيس العيله اللي هو يحضر، عشان لو في قرارات ولا حاجه ياخدها بالنيابه عن البيشن. بعد كده السيتنج القعده بتاعتنا يا جماعه هتتم فيها ايه. Most family feel uncomfortable of the visible. Most family feels uncomfortable of visible ICU should designated quiet private comfortable room. بيقول لنا طبعا مكان العناية طبعا الناس كلها طبعا ما تبقاش مرتاحة فيه، لكن على قد ما نقدر بنبقى متاح مساحة او مكان يحسس الناس اللي هي برضو في مكان مش وحش. زي ما احنا قلنا لازم تكون الاضواء بتاعتها لازم فيها حاجة، في تلفزيون، في وسائل
الترفيهية، بحيث برضو اللي هم ايه ما يبقاش قلقانين وهم قاعدين. تاني حاجة خطة يا جماعة الكوميونيكيشن بلين، انا بحط بلين او خطة للتواصل ما بيننا وبين بعض. كلينيكال تيم شود تيك تايم بيفور ذا فاميلي ميتنج تو ريفيو ريليفنت كلينيكال انفورميشن. طبعا الخطة اللي احنا بنقول معلومات للناس وبنديهم مساحة برضو اللي هم يفكروا وياخدوا ايه قرار، ما بنضغطش عليهم في اي قرار هم بياخدوه، ونسيب لهم مساحة اللي هم يفكروا ويطلعوا بالايه بالقرار. And establish their overall goal and expectation for meeting. تمام. And their overall goal and expectation for meeting. The team should internally resolve any apparent conflict about patient prognosis. وبرضه هنتناقش معاهم في الحالة أو اللي هم متوقعينه إيه من حالة يحصل، وإحنا ممكن نوضح لهم الصورة كاملة ونقول لهم المرض ده ماشي إزاي أو البروجنوز بتاعه هيبقى عامل إزاي. بعد كده الميتنج بروبر او الاجتماع الملائم يا جماعه، او الايه طلعنا من الاجتماع، او الاجتماع اللي هو المناسب، او الاجتماع بتاعي وصل او اسمر عن. اول حاجه بيقول لنا يا جماعه الجول سيتنج، انا بقعد ليه او بعمل قاعده ليه يا جماعه؟ ات كان بي هيلبفول اسيرتين وات فاميلي اكسبكتيشن اند جول ار فور ميتنج اند تو كلاريفاي جول اوف ذا كلينيكال تيم. طبعا ده بيساعدنا يا جماعه عشان ندي الاكسبكتيشن او التوقعات بتاع الايه الناس ديت بالنسبه للناس مقدمين الخدمه وبالنسبه للمرض بتاع المريض. هنشوفهم كل التوقعات دول هم متوقعين ايه من اللي احنا هيحصل والمتطورات الحاله ايه اللي هيحصل فيها. طبعا دول كلهم احنا بنناقش مع اهل المريض. تاني حاجه يا جماعه بنقول فاميلي انلس ناريتيف، يعني بنستفسر طبعا من الناس دي عن الحاله ذات نفسها، او بناخد تاريخ مرضي من اهل المريض وبنسالهم اسئله عن المرض ذات نفسه، او لو كان في مشكله قبل كده بيقولوا لنا عليها. Asking family what other health care provider can told them about clinical situation targets several goals. وبنسالهم برضو لو كان في حد من مقدمين الخدمه او واحد من الاخصائيين قال لهم عن الحاله بتاعتهم ولا لا، والاهداف بتاعت الايه التريتمنت او البروجنوز بتاعي. بيقول لنا فيرست زير ديسكريبشن هاو زي اندرستاند اند رياكشن تو ذا ايلنس. طبعا بنسالهم الاول هم فاهمين عن المرض ايه والتفاعلات بتاعتنا اتجاه المرض. تاني حاجه الكلينيكال او الكلينيشن كان افويد ان انتشنالي كونتراكت اور سيمينج تو كونتراكت اذر ممبر اوف ذا تيم. تاني حاجه يا جماعه لما اشرح للمريض ما يبقاش كلامي متعارض مع زميل قال لهم الحاله فيها كذا كذا، لازم يكون كلامي واضح ومناسق مع الكلام اللي هو اتقال لهم قبل كده، عشان ما يبقاش في تضارب ما بيني وبين الايه الناس التانيه. طبعا الناس ايه بتاخد فكره او تاخد ايه فكره خاطئه، ده بيقول لنا كلام وده بيقول لنا كلام. فاينالي في النهايه having a family narrate and clinical course can avoid unintentionally and abrupt providing information for which they are unprepared. If narrative indication low expectation bad news clinical give warning should such as we will hope that the being more awoke than before is a good sign for him. طبعا في الاخر يا جماعه بعد ما ناخد منهم الكلام اللي احنا عايزينه ونقول لهم الحاله تطورات الحاله واللي احنا متوقعينه منه، طبعا احنا ما بنقول لهمش مثلا حتى لو في اخبار سيئه يا جماعه ما بنقول لهمش مثلا او نسود لهم الدنيا زي ما احنا بنقول، لا بنقول لهم ان شاء الله يبقى في امل ان الدنيا تتحسن ويقوم بيه كويس برضو على امل ان شاء الله الحاله تتحسن. طبعا بيقول لنا طبعا في خلال الاجتماع يا جماعه ما بنقولش كلام مش مفهوم، يعني الميديكال تيرمز او الحاجات اللي هي غير مفهومه ما بنحاولش احنا نتطرق ليها، بنقول لهم كلام مفهوم اللي هم بحيث اللي هم يفهموا الحاله، ما فيش اي كلام شارد او غير مفهوم احنا بنقوله في الاجتماع عشان برضو يبقوا عارفين او يبقوا فاهمين الكلام اللي احنا ايه بنتكلمه ما بيننا وبين بعض. في حاجه اسمها decision making is common priority in the family meeting. برضو من اهداف الاجتماع اللي احنا بعمله او الفورمال ميتنج اللي انا بعمله يا جماعه اتخاذ القرارات، يعني انا لو عايز اتخذ قرار مهم بشان المريض لازم برضو اجتمع بالاشخاص او الفاميلي ممبر بتاعه، لان هم صاحب القرار بتاعنا هنعمل او مش هنعمل، او لو كان المريض ذات نفسه قادر اللي هو ياخد قرار بناخد منه قرار برضو.
بس لو مش قادر او في كوما او في تحت تأثير مخدر او لا يسمح اللي هو ناخد منه decision making، بننتدب الناس او نعمل اجتماع برضو عشان ناخد ايه ال decision making. يبقى decision making is common priority of the family meeting. Clinician should be explain the goal of the decision making with a statement like we want to treatment we provide to owners and respect here. If your mom was sitting there and could hear what he had been talking about, what should she say? Understanding the patient. ولازم نفهم المريض ده يا جماعة برضو القرارات اللي احنا بناخدها، حتى لو هو صاحب قراره بنفهمه القرارات اللي احنا ناخدها. العلاج ده بنديه كذا وفي complication وفي مضاعفات وفي هو بس ممكن يكون ايه مفيد. لازم كل الكلام ده يعرفه يا جماعة، سواء المريض او اهل المريض. ولو مش قادر ياخد بتاع بيبقى جاي لنا اللي هو الوصي او صاحب القرار مكانه، هو اللي بياخد لنا الكلام ده. في حاجة اسمها رابنج اب يا جماعة، او الانتهاء او الختام بتاع الفورمال ميتنج. بيفور كونكلود ذا نيكست ميتنج شود بي سكيدول ذا فاميلي انفورمد اباوت هاو تو ريتش تيم اوف نيد بيفور. في الختام يا جماعه طبعا ممكن نحدد الاجتماع اخر، وبيبقى ايه مجدول او بيبقى له بنحط له جدول زمني اللي احنا ممكن نجتمع، او ازاي نتواصل ما بيننا وبين بعض لو اهل المريض عايزين يتصلوا بينا بنشوف الوسيله المتاحه. بعد كده حاجه اسمها ديبريفينج استخلاص معلومات او في الاستنتاج بتاعي ايه في النهايه. از امبورتانت وي تو سمرمايز انفورميشن ديورنج ميتنج بروسيس رياكشن. طبعا بنجمع او بنلخص كل المعلومات اللي احنا حصلنا عليها من الاجتماع والرياكشن اللي حصل او التفاعلات ما بيننا وبين بعض وخطة الاتصال او الاستراتيجية الاتصال بتاعنا وبين الفاميلي ان جنرال ككلام عام يعني. بعد كده بيكلمنا يا جماعة عن حاجة اسمها key skills and behavioral of او behaviors of the clinician. السكيلز يا جماعة المهارات والسلوكيات بتاع الكلينيشن او الاخصائي. the most effective family communication focus primary on the listen and response to emotion. اول حاجة طبعا لو اي دكتور يا جماعة بيجتمع بالناس لازم يكون على دراية ازاي يوصل معلومة وازاي الناس دي تفهمها ويتقبل الايموشن او التفاعلات بتاع الناس بكلامه. especially when the complex transition of the conflict and anticipated palliative care and ethics consultation can provide special skill and support. بيقولون لو حتى لو كان في الاخبار بتبقى سيئة او الانعكاسات الحالة او الحالة بتبقى فيها باد نيوز، لازم تكون طبيب واعي او على قدر اللي هو السكيلز المهارة اللي انت توصل المعلومة من غير اي تكلف، وبرضو تمتص الرياكشن او الايموشن بتاع الناس مع المحافظة طبعا مع الاسكس الحاجات اللي هي الاخلاقية والطبية للناس ديت. وممكن نجيب مثلا معانا استشاري برضو عشان يبقى سبورت الكلام بتاعنا في النهاية. بعد كده بيقول لنا يا جماعة حاجة اسمها allowing silence. allowing silence يعني مساحة صمت، يعني احنا بننقلهم اخبار او ننقلهم حقائق الاخبار بتاعة المريض، وبنسيبهم برضو لهم مساحة اللي هم برضو زي ما بيقول ايه ياخدوا يدوا مع بعض او يشوف الرياكشن اللي هيطلع على وشهم. وطبعا في ثواني، انا مش هنسيبهم مثلا نص ساعة، لا ده بياخد كام ثانية وبعد كده نبدأ برضو بتكملة الكلام بتاعتنا. بيقول لنا يا جماعة especially after delivering bad news، بالذات لو احنا ايه بنقل لهم اخبار سيئة. الكلينيشن شود الاو فاميليز تو دايجست اند رياكت، يقول لك يسيبهم يهضموا ويطلعوا الرياكشن بتاعهم بتاع الكلام ده في مسافة لا تقل او لا تزيد عن 15 ثانية. ريسبونز تو ذا ايموشن يعني ازاي او فن الرد على الايموشن او تعبيرات الايه الناس دي يا جماعة. الكلينيشن شود ميت اكسبريشن اوف ذا ايموشن ويز امفاسيس، لازم ايه الدكتور يقابل تعبيرات الناس ديت بايه بتعاطف معاهم مش بحدة ولا برضو بكلام ايه يجرحهم، لانهم طبعا في الاول وفي الاخر ده فاميلي بتاع البيشنت وخايفين عليه. Family of the critical ill patient exhibit most commonly expressed according to the fight or the flight of freeze paradigm. طبعا لازم نقابل كل حاجة يا جماعة بصدر رحب، حتى لو هو اتخانق زعق او قال لنا اي كلمة خارجة لازم تكون متعاطف معاه، لان طبعا في الاول وفي الاخر ده البيشنت بتاعه. يبقى احنا عرفنا في الموضوع ده يا جماعة الميتنج بروبر بيبقى فيه جول سيتنج
وبيبقى في عندنا طبعا الجول سيتنج، طبعا في فيرست وسكندري وفاينالي، وعندنا في اندرستاندنج البيشنت، وعندنا ديسيجن ميكنج، وعندنا في رابنج اب في دي بريفين، وكي سكيلز اند بيهيفير تو او فور كلينيشن، واللونج ساينس سايلنس وريسبونس تو ذا ايموشن والرد عليه. طبعا الجدول ده شرح لنا كل حاجه احنا قلناها قبل كده، جنرالايز ستراكشر اوف اسيو فاميلي كونفرنس، مؤتمر الايه العائلي باختصار يعني، بري ميتنج في اتين في اتين دي، واوفر اوفر ريتشنج جول، دي عباره عن شامل او اهداف شامله يا جماعه بيتمثل في الاجتماع اللي احنا هنقوله، و كي بيهيفيرال او بيهيفيرز طبعا البيهيفير اللي بيننا وبين الفاميلي، الميتنج بروبر اتندي، والحضور بتاع او الملائم الحضور الملائم والاهداف بتاعته، وكلام كله برضو احنا بنقوله او قلناه قبل كده في الموضوع او في السلايدز اللي فاتت. بس في حتة مهمة عايزين نتكلم عليها اللي هي documenting and reporting and conferring effective communication among health care professionals is essential to coordination and continuity of the care. بيرجع تاني يقول لنا الكوميونيكيشن يا جماعة ما بيننا وبين بعض هي دي الهدف بتاع الممبرز، او احنا عشان نشتغل مظبوط لازم ايه، او نقدم خدمة مظبوطة لازم يكون ايه الكوميونيكيشن بتاعتنا effective هادفة، ونتعامل مع بعض. communication effective enable person to support and complement one another service and to avoid duplication and omission in case. بيقول لنا يا جماعه لازم تكون الكوميونيكيشن افكتيف عشان برضو ما نغفلش عن حاجه وننجز المهام، ومفيش في ازدواجيه في التعامل ما بيننا وبين بعض في المهام. documentation care documentation is written legal record، دي عباره عن حاجه مكتوبه legal record او سجل شرعي of all be pertinent interaction with the patient assessing diagnosis planning implementations and evaluation والداتا لازم تكون زي ما احنا نقول. يعني بمعنى كلام يا جماعه لازم توثيق او سجل التوثيق بتاع الرعايه لازم يكون ايه ده بحاجه مكتوبه او سجل انا كاتبه بيقول لنا كل الحاله المرضيه من هيستوري ودياجنوزس واساس، يعني اكتب فيه كل حاجه عن المريض، بس بشرط يكون الايه الدوكيومنتيشن او الريكورد اللي انا بكتبه ده يا جماعه فاسيليتيت تو بيشنت كير، طبعا بيسهل لنا ان احنا نشوف العنايه بالمريض. فاينانشال ليجل ريكورد طبعا بنحط الايه السجلات اللي هي الايه الشرعيه او الماليه او الماديه. هيلب ان كلينيكال ريسيرش بيساعدنا طبعا في الابحاث الطبيه. سبورت ديسيجن اناليسيز وبرضه بنحلل من خلاله الديسيجن ميكنج او القرارات اللي بنتخذها او بيتخذها ايه المريض. بيقول لنا الغرض يا جماعه البيربوز اوف ذا بيشنت ريكورد، اولا قبل ما نعمل البيربوز اوف ذا بيشنت ريكورد بنعرف لنا يا جماعه يعني ايه بيشنت ريكورد، ده عباره عن كومبليشن of the patient health information، دي تجميع information بتاع الهيلث، كل مجموعة كل المعلومات عن المريض يا جماعة من أول الهيستوري لإكزامينيشن لدياجنوزس لتريتمنت لإنترفينشن، أي حاجة أنا عملتها للمريض بنكتبها في إيه في السجل أو في الدوكيومنتيشن بتاعي. طب إيه الغرض من البيشنت ريكورد أو سجل المريض يا جماعة؟ أول حاجة كوميونيكيشن التواصل بتاعتي، كواليتي اوف ذا ريفيو لما انا ارجع لايه عايز اشوف ايه حاله المريض تاني يا جماعه او بتاع ديت برجع للايه او كمرجع اللي هي للايه للمعلومات. الريسيرش اللي ممكن اعمل بحث يا جماعه عن المريض، لو مثلا مريضه المريض بتاعي بتاعي في مرض معين ولا حاجه وعايز اعمل عليه بحث برجع طبعا للريكورد بتاعه واخد منه معلومات. تاني حاجه او تالت حاجه بنعمل ديسيجن اناليسيز، بنحلل القرارات، بنشوف طبعا الخدمات الغير مستخدمه بشكل كاف واللي انا افرطت في استخدامها ديسيجن اناليسيز. تاني حاجه education education طبعا تعليم، reading patient chart can learn clinical manifestation particular hers problem effective treatment، بنشوف يا جماعه الناس ديت او education بتعلم منها ازاي اشوف الاخطاء بتاعتي، اشوف العلاج اللي انا كنت مديه للراجل ده كان effective ولا لا عشان ممكن افيد في مريض تاني ولا لا، اشوف الحاجات الاخطاء اللي انا وقعت فيها برضو دي كلها من ناحيه education. legal documentation وده اهم حاجه يا جماعه عندنا دي الليجل بتاعي عشان لو المريض مثلا اشتكانا او قال المريض اشتكانا دي ايفيدنس معايا ان المريض خد العنايه بتاعته او التريتمنت بتاعته المظبوطه.
كوقايه ليا. بعد كده هيستوريكال دوكيومنتيشن، دي بنحطه طبعا في الارشيف يا جماعه برضو، ويبقى مستند ليا ممكن ارجع له في اي وقت. يبقى البروبوز بتاع البيشنت ريكورد، اول حاجه الكوميونيكيشن، وبعد كده ريسيرش البحث، ديسيجن اناليسيس بنحلل، ايديوكيشن للتعليم، ليجل دوكيومنتيشن عشان ايه يفيدني لو كان في دليل ولا حاجه هم رفعوا عليها قضيه. بعد كده ممكن نستخدمه كهيستوريكال دوكيومنتيشن، كوثيقه ارشيفيه ممكن ارجع لها لاي وقت. كمان بيقول لنا طبعا في قواعد للدوكيومنتيشن او التوثيق يا جماعه، الجايد لاين، الارشادات التوثيقيه، الارشادات التوثيقيه وشكلها، او انا هعملها ازاي، او الوثيقه دي بعملها ازاي يا جماعه. documentation guideline the patient record is the only permanent legal documentation that details nurse interaction with patient and the nurse's best defense if the patient or the patient's surrogate nurse negligence. In brief, documentation should be consist with professional and agency standard. لازم يتم يا جماعه او الكونسيست بتاعته او يتكون من professional and agency standard، حاجات ايه، مستند قوي او متخصص في الـ الانفورميشن بتاع البيشن، مش اي كلام بكتبه، وكلام يكون دقيق، لازم يكون ايه المستند بيحتوي على كل حاجه انا عملتها للمريض، لازم يكون كامل يا جماعه وواقعي وبياخد وقت او في وقت زمني محدد ومرتب. وطبعا بحذر وانا بكتب كل كلمة انا عشان ممكن تستخدم دليل ضدي او معه. بعد كده نكتبه برضو بايه، بامانة واخلاص، ما بنزودش حاجة على المريض او بعمل حاجة على حساب حاجة، لازم يكون الايه الدوكيومنتيشن بتاعي دقيق وموثق وبكل ايه امانة. بيقولنا طبعا مكوناته، في كونتنت لازم ايه احنا هنملى فيه ايه، او الموضوع بتاعي، التايمينج بنشوف فيه هنكتبه امتى، الفورميت الشكل بتاعه، الاكونتابيليتي المسؤوليه بتاعتي، كل ده بيبقى موجود. يبقى الكونتنت انت انفورميشن كومبليت واكيوريت وريفلنت كونسس، لازم تكون المعلومات تكون كامله وصحيحه ومختصره يا جماعه وواقعيه. وريكورد البيشنت فايندنج، كل حاجه عن البيشنت من الاوبزرفيشن، الحاجات الملاحظات، وكل الايه الادويه بتاعتنا، و avoid generalize such as seems comfortable today، يعني اتلاشى اي حاجه يقول لك كما يبدو او قال لنا او قال، لا اكون انا حاجه شفتها لازم اكتبها يا جماعه، ما اسمعش من ايه من حد. بيقول لنا التايم شارت ان ذا تايملي مانر، لازم يكون ايه مترتب يا جماعه، ترتيب زمني، يعني الاول فالثاني، يعني انا الساعه كذا عملت كذا، الساعه كذا عمل كذا، ما يجيش مثلا الساعه واحدة وبعد كده ده انا نسيت الساعه 12 يا جماعه اكتبها بعد الساعه واحدة، لا لازم يكون مترتب ترتيب زمني، الساعه 11 والساعه 12 الساعه 1 الساعه 2، كل ده بيبقى ايه مسروق في الدوكيومنتيشن. الفورمات او الشكل بتاعه يا جماعه او التصميم، يوز كوريكت جرامر اند سبيلنج، طبعا لازم نستخدم ايه قواعد اللغه والسبيلنج يكون ايه تمام. وبرده يقول لنا شرط نيرسينج انترفنشن كرونيكلي انه ان كونسنتف لاين نيفر سكيب لاين، بيقول لنا طبعا لازم يكون الاحداث مترتبه تحديث زمن يا جماعه، وبنسيبش سطر بيننا وبين ايه، او الايه ما بنسيبش سطر بيننا وبين ايه الكلام، الأقدم فالأحدث وبقى ايه ومتصل مفيش سطر بينهم، طبعا عشان ايه ناهيك عن الغلط، او ممكن حد ايه يزود سطر ولا حاجة بتبقى في ضرر علينا. الاكونتابيليتي يا جماعة، المسؤولية بتاع sign your first initial last name and title to each entry، لازم اي ممرضة يا جماعة او اي حد بيكتب ملاحظات لازم يمضي جنب الكلام طبعا عشان يتفادى طبعا الاخطاء ما بيننا وبين بعض، يقول لك ده انا عملت وده لا انا ما عملتش انت العامله، لازم اي واحد بيكتب لازم يمضي جنب الايه السطر او جنب الحاجات اللي هو ايه كتبها او الملاحظات اللي هو كتبها في الايه في البتاع ده. وطبعا بناخد على عاتق طبعا الايه الناس ديت يا جماعه، الامانه وخلاص، لازم تكتب كل حاجه بصدق، حتى لو انت غلطت بتكتبه وتمضي جنبه خلاص، حتى لو انت عايزه مثلا تشطبي على حاجه كانت خطا وانت عايزه تصلحيها بتشطبي برضو وتمضي جنب الايه الخطا اللي انت ايه عملتيه او الخطا اللي هو انا عملته بمضي جنبه. وفي الاخر الخصوصيه يا جماعه، لازم تكون في خصوصيه للمريض، ومحدش مفيش اي حد يطلع على الدوكيومنتيشن غير الناس اللي مشغله في العنايه او في الاي سي يو بتاعتي. طبعا بيكلمنا عن
بكلامنا يا جماعة عن الفورمات اوف ذا دوكيومنتيشن، اشكال او قوالب الايه الدوكيومنتيشن بتاعتي. initial nursing assessment accurate documentation of the patient data is important because they provide baseline for later comparison as the patient condition change. هو طبعا بيقول لنا يا جماعه الايه الدوكيومنتيشن ده عباره عن comparison. comparison يعني مقارنات ما بين حاله المريض دلوقتي وحاله المريض بعدين، هنشوفها بتتحسن ولا بتتحسنش طبعا من خلال الايه الشيت اللي انا كاتبه. يعني النهارده هيكون كويس، بكره هيكون وحش، لا ده بكره هيكون احسن، هنشوف تطورات الحاله بالكلام اللي انا كاتبه. عندنا حاجه اسمها كاردكس اند بيشنت كير سامري. برنامج ده يا جماعه برنامج نظام لتسجيل ايه يدوي للملفات والاشياء الايه الموجوده، وممكن نحطها او نحطها على الحاسوب. كاردكس ده نظام حاسوب يا جماعه، بنسجل فيه كل الملفات او نخزن كل الملفات على الايه على حاسوب بالنسبه للعنايه التمريضيه. يبقى واحد الفورمات بتاع documentation initiation assessment الاسسمنت التقييم التمريضي الاولي يا جماعه، او بعد كده بنحط ملخص او برنامج للحاسوب اسمه كاردكس بيشمل كل المعلومات عن المريض. البلين اوف ذا نيرسينج كير يعني ايه العنايه او ايه خطه الرعايه التمريضيه للمريض ده. وبعد كده كريتيكال او كالبوراكتيف باث واي المشاركه طبعا او الاليات بتاع المشاركه في علاج المريض ده. بروجريسيف نوت ملاحظات التطورات يا جماعه، زي ما احنا بنقولها بنشوف الايه الحاله تطورت للاحسن او للاسوأ. وفولو شيت، فولو شيت الملفات المتابعه اللي بنسجل فيه كل حاجه مسافه 24 ساعه. وبعد كده ريبورتنج كير، وبعد كده ندخل في الريبورتنج كير او عنايه الايه الريبورتات اللي احنا هنتكلم عليها. يبقى احنا بنقول الفورمات بتاع الدوكيومنتيشن انيشال نيرسنج اسسمنت وكاردكس وبلين اوف ذا نيرسنج كير وكريتيكال باث واي وبروجريسيف نوت اند فولو شيت اللي هو ايه ملفات المتابعه. الريبورتنج كير يا جماعه زي ما احنا اتكلمنا عن الريكورد هنتكلم عن الريبورت. الريبورت زي ما احنا جاي من اسم ريبورت، ممكن تكون اورال او ريتن او كمبيوتر. بس the communication of the patient data to other ده حاجه بتبقى احنا كاتبينها او اورال شفوي او كمبيوتر، حاجه ايه بتبقى من السيستم على الجهاز بالنسبه للمريض. وبيقول لنا طبعا في اشكال للريبورتنج كير. كومن ميثود اوف ذا ريبورتنج ان اديشن تو ذا بيشنت ريكورد او بجانب السجلات اللي احنا عملناها انكلود حاجه اسمها فيس تو فيس ميتنج، يعني انا لما اقابل المريض وجها لوجه او من خلال التليفون كونفرسيشن محادثه تليفونيه او ريتن مسج، تبقى في رساله مكتوبه او ايديو تاب او من خلال التسجيل او كمبيوتر مسج او من خلال الرسائل الايه الكمبيوتر. يبقى اشكال الريبورتنج كير عندنا يا جماعه فيس تو فيس طبعا، وكل حاجه لها ادفانتج وديس ادفانتج، يعني ايه مميزات وفي عيوب. وتليفون والتليفونات او المحادثه التليفونيه او الرسائل المسجله او اللي مبعوثه على الكمبيوتر او الريتن مسج، دي كلها حاجات بتفيدني في الريبورت بتاعي. يبقى الريبورت اورال وريتن وكمبيوتر، وطبعا لها اشكال كتيره من خلال فيس تو فيس ميتنج وتليفون اند ريتن او اوديو او كمبيوتر مسج. وطبعا عندنا كل حاجه ايه فيها ادفنتج وديس ادفنتج، وده يا جماعه مهمه برضو اللي احنا نعرف. في اخر حاجه يا جماعه في الموضوع ده الكونفيرنج اباوت كير، تباحث الحاله اللي عندي. يعني انا مثلا لو الحاله عندي مثلا صعبه ولا حاجه او من السهل من الصعب تشخيصها، ممكن استدعي كونسلت او ريفير. ممكن اعمل ايه ريفير يا جماعه، يعني تحويل لاخصائي مثلا يكون ايه خبره او اكسبرت في المرض ده وبنحول له الحاله. تاني حاجه بعقد مؤتمرات للتمريض نيرسنج كير كونفرنس طبعا عشان ايه نعلم التمريض او نقف على دراسه الحاله وازاي نعمل او الحاله التمريضيه ده يا جماعه للحاله ديت. وكمان نيرسنج كير كلينيكال راوند، وفي حاجه اسمها سكاشن ودورات للتمريض برضو عشان ايه يتعلموا السكيلز المهارات والتقنيات بتاع الاي سي يو. يبقى بيقول لنا كونفيرنج اباوت كير تو كونفيرم تو كونسلت ويز سام سنتو اكسشينج ايديا اور سيك انفورميشن. بيقول لنا طبعا تبادل معلومات او تبادل خبرات ما بيننا وبين الاستشاريين من بعض، ممكن نعمل ريفير او نعمل كونسلت ليهم.
النيرسنج كير كونفرنس زي ما احنا المؤتمرات الخاصه بالتمريض يا جماعه سيوز تو انستراكشن ستودنت اند براكتشنر، بيبقى ايه هدفها؟ اللي احنا ندي بعد التعليمات او بعد ارشادات للطلبه والناس الممارسين عن الحاله، وبرضو بنناقشهم في الحاله هما شافوا ايه او هما استفادوا ايه من الحاله. نيرسنج كير وكلينيكال راوند بنعمل لهم سكاشن يا جماعه او دورات برضو ايه تكثيفيه عشان التدريب. نيرسنج كير راوند ار بروسيدور ويتش جروب اوف ذا نيرس فيزيت سيلكتد بيشنت انفيديوالي ات ذا اتش بيشنت بيت سايد، والنيرس شود يوز لانجويج ذا بيشنت كان اندرستاند. وهنقول لهم يا جماعه لازم يتكلموا مع البيشنت بلغه مفهومه مش بلغه ميديكال عشان يقدروا يفهموا بعض. وفي النهايه يا جماعه زي ما احنا بنقول بنعمل ستريس على الدوكيومنتيشن وبيعمل الايه الميتنج مهمه جدا للناس دي يا جماعه. وفي نهايه الموضوع بيقول لنا نيرسينج بيرسونال كان اكشوالي سي ذا بيشنت از ا ريبورت اوف ذا كير كيفر ان بيشنت كان بارتيسيبيت ان ديسكشن اون ذا كير كير. بيقول لنا يا جماعه برضو ما يبقاش حد همنا اللي احنا نتكلم عن المريض ونسيب كلامه، لا لازم نشارك المريض يا جماعه برضو وهو يشارك معانا في الحوار بتاعه من حيث القرارات ومن حيث الايه ايه اللي هو فاهمه عن المرض بتاعه وايه الحاجات اللي هي ايه يعني باعتباره كشريك في العلاج معانا، ما نهملوش برضو يبقى الدنيا كويسه او الحاله النفسيه برضو بتاعته ايه كويسه لو هو شارك معانا الايه القرارات اللي احنا بناخدها.